بناء فخم حتى ببعض معايير عصرنا الحديث، تم إنشاؤه من نوى التمر وبالصدفة. ففي هذا المكان كان سكان المنطقة يرمون النوى، ومع مرور الزمن تشكل هذا الأثر الفخم. حكاية بنكهة أسطورية تروى عن عقرقوف، أهم مدن العراق القديم التي يعود تاريخ بنائها إلى بداية القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وبقي من معالمها الزقورة، وهي تبدو لزائرها اليوم عصية كطلسم قديم، جلية كشمس الصباح. من هنا تبدأ حكايتنا، من أسطورة مدينة احتضنها الزمن بدثار رملي كشف عنه وتر ترنم في كف الزمان. عقرقوف، المدينة التي بدأنا منها حكايتنا، ليست أسطورة، وزقورتها لم يشكلها نوى التمر. بنيت عقرقوف المدينة على مخطط كثير الاستطالة فوق لسان من الحجر الكلسي الطبيعي، بعد أن تم أخذ شروط الحياة الأساسية بالحسبان وخصوصاً المياه. ومن هنا فقد اعتمدت على نهر كبير يشكل رافداً مهماً من روافد الفرات اسمه نهر عيسى، والذي سمي بتي أنليل، أي قناة الإله أنليل، وهو الإله الخالق وإله الهواء عند الكيشيين وأعظم آلهتهم. من المعروف أن ديانة وادي الرافدين تميزت في مختلف مراحل تطورها الحضاري بعبادة الظواهر الطبيعية المختلفة، لذا شخصوا تلك الظواهر بكائنات حية، اعتقدوا أنها تدير تلك الظواهر وتشرف عليها، واعتبروها آلهة. الكيشيون هم من أسسوا عقرقوف بعد أن حكموا في بداية عهدهم من العاصمة القديمة بابل، حيث جعلوا من عقرقوف عاصمة جديدة لهم وأسموها دور كوريكالزو، أي مدينة كوريكالزو، على اسم ملكهم كوريكالزو الأول الذي أسس المدينة، وقام بعده الملك كوريكالزو الثاني ببناء القصور الملكية. أما عقرقوف